زيادة سعر تذكرة النقل العام نص جنيه. نزلنا نعرف رأي الناس في الزيادة، ونعرف كمان هل النص جنيه ده فعلا هيفرق؟ تعالوا نشوف الناس رأيها ايه. آخر مرة ركبت أتوبيس نقل عام امتى؟ من حوالي أسبوع كده. من امتى؟ 3 أيام. يعني من فترة طويلة. قد ايه مثلا؟ يعني مش بتاع حوالي 3-4 سنين. يعني كان من يومين تقريبا كده. يعني من الاسبوع اللي فات. من حوالي شهر كده. من شهر دلوقتي وانا جاي واركبه وانا ماشيه تاني. جبته بكام؟ جنيه ونص كده بعد الزياده. اه كان ب2 جنيه تقريبا. كان ب2 جنيه. كنت دافع 2 جنيه. ب2 جنيه ونص. مش فاكر تقريبا بجنيه. 3 جنيه. كان ب3 جنيه سعر موحد. بس سمعت ان غليت نص جنيه تاني. عرفتي ان التذكره زادت كمان؟ لا والله. اعرف ان هو زاد نص جنيه تاني. ايه رايك في رفع سعر تذكره الاتوبيس لنص جنيه دي؟ بص، هو نص جنيه مش هيفرق كتير يعني، بس هو طبعا بيفرق مع ناس كتير برضو. كل يوم بنسمع زياده في اسعار المترو، زياده في اسعار الاتوبيس العام. ما بقاش في فرق بين الاتوبيس العام والاتوبيس الخاص. الاتوبيس هو مش بيستبفوا بالعدد اللي بيبقى في الكراسي نفسها، لا ده بيبقى اصلا عباره عن يعني حشو وكتل بشريه قلب الاتوبيس. ما هو لو كلمنا هقول لك بص على اسعار البنزين واسعار الصوره الناحيه الثانيه وكلها رفعت زياده يعني ملهاش لازمه. طب الفقير مثلا يعمل ايه في زياده الاسعار اللي موجوده حاليا؟ كل حاجه زادت، كل حاجه غلت، كل حاجه ولعت. مش الاتوبيس بس اللي زاد، المواصلات العامة زادت، المواصلات الخاصة زادت. النص جنيه ده بالنسبة للناس بيفرق بالنسبة لهم جدا، ممكن ناس كتيرة ما تحسش بيهم، بس نص جنيه هنا وجنيه هنا وجنيه هنا بالنسبة لواحد بيقبض 40 جنيه و50 جنيه طبعا بيروح. طب فرق معاكي أصلا نص جنيه زيادة ده؟ أيوة يفرق مع الناس الغلابة طبعا. بعد الزيادة دي هتركب أتوبيس تاني؟ لا مفيش حد هيركب أتوبيسات تاني على فكرة يعني. هنعمل إضراب عليه لحد ما يرجعوه تاني وهنركب أوبر. مش هركب بصراحة تاني. عشان نص جنيه؟ أمال هنعمل إيه طيب؟ هضطر أركبه. لو اضطريت هركبه طبعا. أعمل إيه؟ ما لازم أركب، أمال يعني أتمشاها ولا إيه؟ أركبه تاني ليه؟ لا هركب أوبر طبعا. والله عشان نص جنيه تدفع 40 جنيه؟ أكيد غصب عني، أمال أروح ماشي مشواري؟ أنا ممكن أقول له نص تذكرة عادي. وبتمشي معايا بلطجة يعني؟ لا مش بلطجة، مسايسة كده بالحب مع الكومساري بتمشي. مش بلطجة بتقول لهم لا؟ لا ما هو حكومة بقى، عارفة لو سبق خلاص كنت اتعاركت معايا، بس ده نظام. بتعمل نفسك مين يعني؟ عامل نفسي من بره.